بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، طبعا اليوم راح نتكلم عن محاضرة مهمة جدا اللي هي Lecture 6، محاضرة السادسة بعنوان Blood Pressure، ضغط الدم. طبعا مثل ما تعرفون أن الأسبوع الماضي في العملي، قسم العملي، أخذنا ضغط الدم عمليا وعرفنا شلون نقيس ضغط الدم. فاليوم إن شاء الله راح نقيس أو نعرف كيفية قياس ضغط الدم بشكل نظري، بالقياس بالكلام النظري. Blood pressure اللي هو ضغط الدم. Is the pressure the blood exerted against the inner blood vessels? Vessels walls. طبعا هذا يقصد به تعريفه، اللي هو الضغط الذي يمارس، يقصد به هو الضغط الذي يمارس على جدران الأوعية الدموية الداخلية، اللي هو الـ inner blood vessel walls، على جدران الأوعية الدموية الداخلية. Is the generally measured in the arteries because the heart alternately contracts and relaxes. لأن القلب بالتناوب راح يتقلص ويرتخي، لأن القلب راح يتقلص أو يرتخي، ويتم قياس بشكل عام وين في الشرايين. طبعا هذا يتم قياسه اللي هو ضغط الدم، وين يتم قياسه بشكل عام؟ generally measured in the arteries، يتم قياسه بشكل عام في الشرايين. ليش؟ because the heart، لأن القلب بالتناوب alternately بالتناوب contracts and relax، سوف يتقلص وينقبض، يتقلص ويرتخي. The rhythmic flow of blood into the arteries causes the blood pressure to rise and fall during each beat. يؤدي التدفق المنتظم للدم في الشرايين إلى حدوث ارتفاع وهبوط الضغط خلال كل نبضة قلب، خلال كل نبضة beat نقصد بها. Physiomostic to blood pressure readings. هنا شخص الطلاب، لذلك يوجد يجب أن تأخذ ضغط الدم قراءتين، لذلك يوجد للدم قراءتين، قراءة عند السايستوليك وقراءة عند شنو الدايستوليك. نجي نشوف شنو يقصد بالسايستوليك. سايستوليك برجر، سايستوليك برجر which is the pressure in the arteries at the peak of ventricular ejection. هنا شو يقصد بيها؟ يقصد به الضغط الانقباضي، اللي هو شنو السايستوليك بريشر، يقصد به الضغط الانقباضي. شنو تعرف الضغط الانقباضي اللي هو السايستوليك بريشر؟ يقول هو ذروة الضغط الذي يمارس على الشرايين بعد عودته المن الى البطينين، بعد عودته الى البطينين. نعيده، هو ذروة الضغط الذي يمارس على الشرايين بعد عودته من الى البطين. هذا بالنسبه لمن؟ للقراءه الاولى اللي هو السايستوليك بريشر، اللي هو يقصد به الضغط الانقباضي. نجي من للضغط الانبساطي اللي هو الدايستوليك بريشر، نشوف شنو يقصد بالضغط الانبساطي اللي هو الدايستوليك بريشر. ذا بريشر ديورينج فينتريكولار ريلاكسيشن. هنا شخص بهذا هو التعريف المبسط له، يقول هو الضغط المبسط هو الضغط اثناء استرخاء البطين. فينتريكولار ريلاكسيشن هو شنو؟ اثناء ارتخاء البطين، هو الضغط الذي يمارس على الشرايين اثناء ارتخاء البطين، يعني شنو؟ ما راح يكون ضغط. Blood pressure are reported in millimeters of mercury. هنا شو يقول؟ هنا الوحدة القياس الطبيعية، يعني ضغط الدم راح يقاس بوحدات طبيعية، هي مليمتر زئبق. مليمتر زئبق هذا جدا مهم، مليمتر اوف ميركوري اللي هو مليمتر زئبق، راح نرمز له بالام ام اتش جي اللي هو يقصد به مليمتر زئبق. With the systolic pressure appearing first. اللي هو شنو طلاب؟ ضغط الدم مع ظهور، راح نقيسه بهذه الوحدة، مع ظهور الضغط الانقباضي اولا. الضغط الانقباضي اولا راح يكون طبعا بالنسبة الطبيعية اللي هو 120 الى 80، من 120 الى 80. طبعا هذا ال 120 راح يمثل الضغط العالي او الانقباضي، وهاي ال 80 راح تمثل النسبة الطبيعية للضغط الواطي او الانبساطي. Translate to 120/80. اللي هو يقصد به النتيجة هي 120 فوق راح تكون هو ضغط انقباضي، و80 هي راح تكون شنو؟
انبساط اللي هو 28 مليمتر زئبق. However, normal blood pressure varies considerably from one person to another. طبعا ومع ذلك ضغط الدم الطبيعي راح يختلف من شخص الى اخر. طلاب اذا هنا عندنا البريغراف جدا مهم اللي هو تعريف الضغط شنو هو، وعندنا قراءتين للضغط. شنو هالقراءتين اللي هي سايستوليك والدايستوليك؟ شنو يقصد بالسايستوليك وشنو يقصد بالدايستوليك؟ الوحدة الطبيعية راح نقيس بها شنو هي الوحدة الطبيعية اللي هو المليمتر اوف ميركوري. الضغط العالي او الانقباض ايش يمثل نسبته الطبيعية؟ الضغط الواطي ايش قد يمثل نسبته الطبيعية؟ فان هذا النص يعني عندكم مهم طلاب تقرونه. Using of sphygmomanometer to measure arterial blood pressure indirectly. استخدام مقياس ضغط الدم لقياس ضغط الدم الشرياني بشكل غير مباشر. The sphygmomanometer commonly called a blood pressure cuff. هنا شو اقصد بيه؟ مقياس الضغط، مقياس ضغط الدم هو أداة مستخدمة. هنا طبعا الكف راح نقصد بيه شنو؟ هذا الكف راح نقصد بيه القماش، قطعة القماش اللي تلف حول الكوع. هذا السفيغمونومتر is an instrument used to measure the blood pressure by the scrutatory method. It consists of an inflatable cuff which an attached pressure gauge. هنا شو قصد بطلاب؟ يقول مقياس ضغط الدم هو أداة مستخدمة. مقياس ضغط الدم هو أداة، instrument هو أداة تستخدم في قياس ضغط الدم بواسطة أي بطريقة شنو؟ طريقة تتسمع اللي هو الاسكوتوري ميثود، طريقة التسمع. هاي طريقة التسمع هي تتكون من نفخ الكفة مع مؤشر أو جيتش مع مؤشر لقياس المرفق اللي هو لقياس الكوع. The cuff is warped snugly around the arm just above the elbow and inflated unit the cuff pressure exercised systolic pressure to stop blood flow to the forearm. ايش يقصد بيه طلاب؟ الكفة اللي هي هاي الكفة راح اللي هي قطعة القماش اللي راح تلف على الكوع، هذه الكفة هي ملفوفة بإحكام حول الذراع. ورمبت ملفوفة بإحكام وين؟ حول الذراع، حول الارم. راح نلفها بإحكام حول الذراع أي فوق شنو؟ أي فوق الكوع مباشرة. راح نربطها وين؟ فوق الكوع بشكل مباشر above the elbow. هذه راح تكون منفوخة حتى يتجاوز ضغط الكفة الضغط الانقباضي لوقف تدفق الدم المن إلى الساعد. يعني راح ننفخها هاي اللي هي الكف، راح نمليها بالهواء الى ان راح تضغط على الشريان العضدي اللي هو بالكوع، وبالتالي راح تغلق هذا الشريان، وبالتالي راح يمنع يعني في سبيل شنو؟ يمنع تدفق الدم الى ساعد اليد. As cuff pressure is gradually released, the examiner listen with stethoscope over the branchial artery for characteristic sound called the sounds of كورتكوف. ايش يقصد بطلاب هاي الفقرة؟ هاي فقرة جدا مهمة. هاي فقرة طلاب يقصد بيها انه عندما يتم تحرير الضغط عن الكفة عن قطعة القماش تدريجيا، فان الفاحص راح يستمع بسماعة طبية. سماعة طبية ايش اسمها؟ ستيثوسكوب. السماعة الطبية اسمها ستيثوسكوب. فان الفاحص راح يسمع بسماعة طبية، راح يسمع الصوت وين؟ فوق الشريان العضدي، لمعرفة خصائص هذه الأصوات. هذه الأصوات راح نشبهها احنا بلفظ الكورتكوف. هذا شيء يدل على انه شنو؟ تدفق الدم بدأ يحصل. Which indicates the reception of blood flow into the forearm. هذا شيء يدل الصوت طلاب، هذا الصوت شيء يدل. والتي يشير اللي هو يقصد به الصوت راح يشير الى استئناف تدفق الدم المن الى الساعد. The pressure at which the first soft tapping sounds are heard is recorded as the systolic pressure. هنا شو يقصد به طلاب؟
يقول الضغط الذي يتم عنده سماع الصوت اللي هو صوت النقر الناعم الأولى راح يتم تسجيله على أنه ضغط انقباضي. يعني شنو؟ يعني أول صوت راح تسمعه عند أي رقم سمعته، هذا الصوت اللي سمعته عند هذا الرقم مثلا 120 140 هذا راح يمثل لك الضغط الانقباضي أو الضغط العالي. أول صوت السمعه هو راح يمثل لك الضغط الانقباضي. طيب as the brochure is reduced further blood flow becomes more turbulent and the sounds become louder. كلما انخفض الضغط اكثر تدفق الدم يصبح اكثر اضطرابا وتصبح الاصوات عاليه. يعني كلما انحرر الكفه وكلما راح يقل الهواء عن الكفه راح شنو راح نسمع الصوت بشكل واضح وتدفق راح نسمع بشكل واضح ويكون اكثر اضطرابا. Below the diastolic pressure, below the diastolic pressure when the artery is no longer compressed, blood flow freely and the sound of cold cough can no longer be heard. The pressure at which the sound despair is recorded as the diastolic pressure. تصبح هنا نقول الضغط الانبساطي عندما لا يكون الشريان مضغوطا. يعني متى يكون الضغط الانبساطي؟ الضغط الانبساطي احنا قلنا الضغط الانقباضي عندما شنو راح يكون الشريان مضغوط وراح نفك الهواء عن الكفه، فان اول صوت راح يكون شنو مثلنا الضغط الانقباضي. اما الضغط الانبساطي هو شنو بالمختصر يعني المفيد يعني انه اخر رقم راح يتوقف عند الصوت اللي هو صوت تدفق الدم راح يسمى بشنو الدايستوليك، هو شنو الانبساط راح يمثلنا الضغط الانبساطي. ها هي يعني بشكل واضح يعني شنو هو الضغط الانبساطي عندما لا يكون الشريان مضغوطا راح يتدفق الدم بحريه وهنا لم يعد من الممكن ان تسمع اي صوت. الضغط الذي عنده الاصوات تختفي راح يتم تسجيله على انه ضغط انبساطي دايستوليك بريشر. جدا واضحه. أولا work in pairs to obtain radial artery blood pressure readings, obtain a stethoscope, alcohol swabs and sphygmomanometer. هنا المتطلبات اللي لازم تكون عندنا، لازم يكون عندنا هناك سماعة طبية اللي هي الستيثوسكوب، لازم يكون عندنا الكحول لغرض تعقيم السماعات الطبية، لازم يكون عندنا شنو sphygmomanometer اللي هو شنو مقياس الزئبقي. clean the Airbases. هنا شقلك نظف سماعات الاستيثوسكوب، سماعات الاذن مال الاستيثوسكوب نظفها وذ الكحول سواء بواسطة الكحول. And check the cuff وافحص شنو انا افحص الكفة اللي قطعة القماش افحصها for the presence of trapped air by compressing it against the laboratory table. هنا يقول لك افحص الكفة اللي هي قطعة القماش افحصها وين اضغطها تحت الطاولة تحت اضغط على طاولة المختبر حتى شنو تتفرغ من الهواء بشكل تام. طبعا من خلال ضغطه على طاولة المختبر، إذا كان منتفخ جزئيا راح يعطي قراءة خاطئة، إذا كان هذا الكيس منتفخ جزئيا راح يعطينا قراءة خاطئة. ثانيا the subject should sit in comfortable position with one arm resting on the laboratory table approximately at heart level of possible. Warp the cuff around the subject's arm just above the elbow with the inflatable area on the medial arm surface. انها شخص بيطلاب يقول الموضع اللي هو الموضع مال الكوع يجب ان يكون في وضع مريح. يعني شنو يعني ايدك خليها بوضع مريح على الموضع اللي راح شنو تقيس بها الضغط مع وضع ذراع واحدة عليه طاولة مختبر. يعني عندك انت شنو طاولة مختبر تخلى عليها ذراع واحدة من اما هذا الايمن او الايسر تخلي عليها ذراعك لغرض شنو نشوف. بعد ما خليت ذراع واحد عليه الكفة هذه حول الذراع لف الكفة حول الذراع الموضع. يعني شنو تلف شنو تلف الكيس مالت الضغط وين حول الذراع مثل هكذا. طيب هذا نقصد به هو الكفة هذا الطلاب نقصد به. يقول لك هنا شنو لف هذا الكف هذا الكيس لفه حول الذراع فوق الكوع. يعني وين هنا راح يكون الكوع
هنا راح يكون هذا هو الكوع. هنا تلف الكف الكيس وين؟ حول الكوع. من لفته حول الكوع ايش راح يسوي طلاب بعد؟ مع منطقة قابلة للنفخ، هاي هي منطقة القابلة للنفخ. هنا عندك شنو راح يخرج؟ منطقة يعني كيس مطاطي من هذا الكوع، لمبة مطاطية من خلال ضغط عليها راح ينتفخ هذا الكيس مع ارتفاع عمود الزئبق في هذا السفيجمومونيتر. هذا هو اللي نصد عليه السفيجمومونيتر. بعد ما طلاب انه نفخت قابل النفخ على منطقة قابل النفخ حول سطح الذراع الاوسط، يتم تمييز الكفة بسهم صغير. لازم هنا شنو؟ هنا لازم هنا يكون سهم صغير، يعني لازم شنو يصير فوق الشريان العضدي. هذا السهم الصغير شنو راح يكون طلاب؟ نكمل. إذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون السهم موضوع فوق الشريان العضدي. الشريان العضدي هنا راح يكون، لازم السهم شنو يكون موضوع فوق الشريان العضدي. نجي طلاب نكمل النقطة الثالثة ونجي نشرحها على الصورة. Palpate the bronchial pulse and lightly mark its position with a felt pen. Don the stethoscope and place it is diagram over the pulse point. The cuff should not be kept inflated for more than 1 minute. If you have any trouble obtaining readings within this time, deflate the cuff with 1 or 2 minutes and try again. طلاب ايش اقصد بالنقطة الثانية؟ نجي نشرحها هنا. الثالث العفو. هنا لازم شنو طلاب؟ لازم تجس النبض العضدي وحدد موضعه برفق باستخدام قلم مع وضع سماعة الطبيب فوق نقطة النبض. هنا راح يكون السهم، هنا الشريان راح يكون الشريان العضدي، راح تجيب هاي سماعة الطبيب اللي هي الستيسكوب، تخليها وين؟ تخليها فوق الشريان العضدي، يعني بين الشريان العضدي وبين هذا الكيس اللي هو الكفة. بعد ما خليتها تخلي هاي السماعات بذانك وتسمع الصوت الانقباضي والصوت الانبساطي. انت هنا خليت الستيثوسكوب والسماعات على الشريان العضدي. بعد ما خليتها على الشريان العضدي فوق نقطة النبض، لا ينبغي ان تكون الكفة تبقى منفوخة لاكثر من دقيقة. هنا انت من خليت هاي السماعة اللي هي الستيثوسكوب، لا تخلي اكثر من دقيقة هاي الكفة، يعني خلال اقل من دقيقة ابدا شنو؟ نزل الضغط او حرر الضغط عن الكفة. إذا كان أي مشكلة في الحصول على هذه القراءة في غضون هذا الوقت، أفرغ الكفة من الهواء وانتظر دقيقة أو دقيقتين وحاول مرة أخرى. إذا حصلت مشكلة عندك، فرغ هاي الكفة من الهواء اللي هو الكيس وانتظر دقيقة أو دقيقتين وحاول مرة أخرى العملية. هنا شنو؟ انفخ عن طريق اللمبة، انفخ عن طريق اللمبة المطاطية، انفخ الكيس اللي هو هذا لحد ما نرتفع مقياس الزئبق لحد ال 160 او ال 170، لحد ما نرتفع مقياس الزئبق اللي هو في السفيجمومونيتر لحد ال 160. انت اثناء ما تنفخ بهاي اللمبه وينتفخ الكيس عندك هنا اللي هو حول الذراع، راح يرتفع عندك شنو طلاب؟ راح يرتفع عندك الزئبق في المقياس الزئبق في السفيجمومونيتر. تخليه يرتفع لحد ال 160 من الزئبق، ثم حرر ببطء صمام الضغط. اكو صمامات الضغط تصير باللمبه المطاطيه، تحررها ببطء. راقب مقياس الضغط وانت راح تستمع لاول صوت خافت اللي هي راح يكون اصوات تدفق الدم عبر الشريان المسدود جزئيا. انت بعد ما راح تحرر بشكل بسيط تدريجيا هذه الكفة، اثناء ما راح ينزل عندك هنا، اثناء ما راح ينزل عندك المقياس الزئبقي، شوف عند اي رقم راح تسمع اول صوت. هذا الرقم راح تسمع عنده اول صوت هو يمثلك الضغط الانقباضي، اي الضغط العالي. لاحظ هذا الضغط الانقباضي واستمر في تحرير ضغط الكفة. بعد ما سمعت الصوت استمر شوي شوي بعد تدريجيا بتحرير الكفة، يعني شنو؟ فك الضغط من خلال اللمبة المطاطية، فك الضغط عن الكيس. اثناء ما راح تفك الضغط عن الكيس ستلاحظ زيادة بالصوت ثم كتم للصوت. الرقم طلاب، الرقم اللي راح تشوف عنده كتم في الصوت وبعد ما راح تسمع صوت تدفق الدم في الشريان العضدي، هذا راح يمثل لك الضغط الانبساطي او الضغط الواطئ. هنا انا راح اسجل، راح اسجل الضغط الانبساطي وهو الضغط الذي راح يختفي عند الصوت، وراح اسجل الضغط الانقباضي اللي هو الضغط اللي راح يبتدئ عند الصوت. هنا أنا اكتب القراءتين وسجل النتائج. طلاب المحاضرها جدا واضحة واخذناها لكم في المختبر السابق. ان شاء الله
احاول فد اذا صار عندنا وقت راح نفتح جوجل ميت بشكل تفاعلي واشرح لكم هذه المحاضره بشكل مفصل. طلابنا الاعزاء، الى هنا تنتهي المحاضره. اتمنى ان تكون الفكره قد وصلت. شكرا جزيلا لكم، في امان الله.